أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثوابا دنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته وسنجزي الشاكرين
وكأيم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم.